في المرأة المغربية. في حفل التميز للمرأة المغربية، وأدعو أعضاء لجنة التحكيم التسعة للالتحاق بالمنصة من أجل تأريخ هذه اللحظة. طبعاً لجنة التحكيم قامت بمجهود جبار من أجل إنجاح هذه الدورة. 12 مترشحة، كل وحدة منهم كتبدع في مجالها بطريقتها، كل وحدة منهم هدفها الأسمى. اليوم كان نجيو المحطة الأخيرة من جائزة التميز للمرأة المغربية التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنوياً، واللي كتجي باش كتختار يعني أحسن المبادرات اللي كتهتم بالتمكين السوسيو اقتصادي للنساء. فهذه السنة اخترنا الموضوع ديال الشمول المالي والذكاء الاصطناعي كرافعات من أجل تعزيز التمكين السوسيو اقتصادي للنساء، وهذا الموضوع استوحينا من الخطب الملكية السامية اللي كيأكد فيها صاحب الجلالة نصره الله على أهمية التكنولوجيا الحديثة وعلى أهمية الشمول المالي من أجل تعزيز الفرص ومن أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. فهذه السنة استقبلنا 836 ديال المشاريع، هو واحد الرقم قياسي مقارنة ب 2021 اللي كانت 65 مشروع. قامت اللجنة برئاسة الدكتورة الأستاذة أمال الصغروشني مع عدد من الأعضاء، السيد رئيس جامعة يوروميد وعدد من الشخصيات التي لها دور مهم في المجتمع، سواء في الإعلام، سواء في المجال الاجتماعي، سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال التكنولوجيا. فتم أولا دراسة 836 مشروع وانتقاء عدد من المشاريع من كل جهة، جميع الجهات كانت ممثلة، ومن كل جهة تمت زيارة المشاريع ميدانيا، مشات للجنة الأقاليم والجهات وشافت المشاريع وتم اختيار مشروع من كل جهة. واليوم غادي تعلن اللجنة لأن عملت واحد يعني تداول أو مداولة أخيرة باش غادي تختار الثلاث فائزات الأخيرات اللي غادي نعلنوا عليهم في الحفل ديال اليوم. ونذكر بأن المبلغ المخصص لهذه الجائزة هو 300,000 درهم، الجوائز الثلاث طبعا هو 300,000 درهم. فتنتمنى التوفيق للجميع. هذه الجائزة الأولى ديال المرأة المتميزة، الجائزة هذه كنهديها لدوار أشكرات لجميع النساء ديال تعاونية دوار أشكرات، وهذه واحد الدفعة اللي غتكون قوية إن شاء الله يا ربي. هنا التعاونية الفلاحية نساء ذات كتواجه في جهة طرعة تافيلات إقليم تينغير، التعاونية كتخدم على تثمين الورد العطري من الإنتاج ديالو، التثمين ديالو، التحويل ديالو والتسويق الدولي. الذكاء الشمول المالي والذكاء الاصطناعي كنخدموه في التعاونية، لولا هو ما غاديش ندخلوا للأسواق العالمية، ما غاديش نعرفوا نديروا لونجيسترومون ديال لي كوموند ديالنا، ويكون التدبير الداخلي المحكم وكذلك التسيير والعلاقات مع الزبناء الدوليين. بالذكاء الاصطناعي تمكننا باش نوفروا واحد المدخول اللي مهم ومرضي للنساء، سواء المنتجات او العاملات في التعاونية او العضوات. كذلك الذكاء الاصطناعي كيشجعنا وكيسهل علينا دوك المشاق ديال العمل الروتيني ديال التعاونية، لأن التعاونية كتبقى في الذاكرة ديال الناس بأنه غير تعاونية، ولكن راه هي مقاولة اللي كتخرج نساء رائدات متعلمات، وكتعطي واحد المثال اللي قوي اللي كيعطي الانطباع الايجابي على ان الاقتصاد الوطني بالتعاونيات بالمقاولات الرائده غادي نمشيو للعالميه، وغادي يكون اقتصاد مربح محليا ووطنيا. فائزة بجائزة الثالثة في جائزة التميز للمرأة المغربية، كنشكر جزيل الشكر لوزارة التضامن المشرفة على تنظيم هذه المسابقة، اللي من خلال هذه التظاهرة كت
كتبرز الخدمه ديال النساء المغربيات والنساء القرويات، وكتخليهم انهم يعطيو قيمه للخدمه ديالهم ويزيدوا يطوروها. بالنسبه لهذا التسويج كيعني لنا بزاف، بحيث انه كيخلي كيبين لنا بالقيمه ديال الخدمه ديالنا، وبلي خصنا نستمروا ونزيدوا اكثر ان شاء الله. بعد اللقاءات المكثفه والتقاء الاولي، قامت لجنة التحكيم خلال مسار اشتغالها بزيارات ميدانية وتقييمات دقيقة لأقوى المبادرات المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء، أسفرت عن اختيار 39 مشروعاً متميزة، تبقى كل المشاريع المشاركة هي برهان ساطع على عبقرية المرأة المغربية وقدرتها على صنع التغيير. كل متمنياتنا بالتوفيق لجميع المترشحات لجائزة تميز للمرأة المغربية في دورتها التاسعة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.